كنت فتاة عادية حين اختفى أبي وظهر شريكه يقول عليك إنقاذ المجرة من كائن سيؤذينا لنوقفه جميعا الآن. مهلا لحظة، لا أفهم، لما أنا؟ ما لدي هذا السوار من أبي، هو قوى خارقة في يدي. رائع، غور يريده للتدمير ولأطلق سراح جيش الشرير. تجمع رفاقها لتخلص الأرض. من يجرؤ على إيقافها؟ العميران أتاني وفلاتاني.